حانت ساعة الجد وحان معها انعقاد أول اجتماع فعلي ورسمي لرئيس الاتحاد الجزائري الجديد خالد زطشي ومكتبه الفيدرالي، اجتماع عنوانه وضع خارطة للطريق قبل الخوض في تسيير شؤون الفاف. ملفات كثيرة ونقاط مهمة سيقف عندها المكتب الفيدرالي بتركيبته الجديدة في اجتماع هذا الثلاثاء، بداية بملف ثقيل، ملف يثقل عاتق الرئيس الجديد وأعضاء مكتبه، فهم على موعد مع اختيار ربان جديد لسفينة محاربي الصحراء. أعضاء المكتب الفيدرالي كان عندهم اجتماع أول أمس وين تحلفوا فيما بيناتهم، لكن أعتقد أنه غدا راح يتحلفوا عن المدرب الوطني، ما أعتقدش أنه راح يعينوا مباشرة في المكتب الفيدرالي. من بين الملفات الأخرى التي سيتعرض لها مكتب زطشي تحديد مهام كل عضو في المكتب الفيدرالي، إضافة إلى تعيين مدير فني وطني خلفاً لتوفيق قريشي. وإن كانت المؤشرات توحي إلى عودة الشيخ رابح سعدان من أوسع الأبواب، الرئيس خالد زطشي أمام تحدي صعب باعتبار أنه توزيع المهام راح تكون معقدة ومعقدة جداً، خاصة فيما يخص النائب الأول والنائب الثاني. راح يتم تعيين ربما المديرية الفنية الوطنية وين هي أهم شيء في الجانب التقني للمنتخب الجزائري. العودة إلى التكوين القاعدي من أجل رفع مستوى البطولة وتطوير اللاعب المحلي تحدي آخر بانتظار زطشي، هذا الأخير الذي توعد أيضا بالقضاء على الفساد والعناية بالتحكيم. أعتقد أنه أيضا المكتب الفيدرالي راح يكون حاسم، لأنه راح يعين ربما مدير أو رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم، وهذا قطاع حساس وحساس جدا، لأنه رانا في نهاية الموسم وأعتقد أنه كثر الحديث عن ترتيب المباريات. وبين هذا وذاك يبقى اجتماع الثلاثاء مجرد بداية فقط لورشة طويلة وعريضة هي بحاجة إلى إصلاح شامل، إصلاح يحتاج إلى تضحيات كبيرة وتكاتف للأيدي، فواقع كرتنا المرير أكبر بكثير من الحديث عبر القنوات التلفزيونية أو صفحات الجرائد.